استحالة الشرطة القضائية التابعة لقلعة سراغنة اليوم الأربعاء متهما وخليلتها بتهم الخيانة الزوجية والمشاركة فيها والعنف ضد الأصول والسكر. وأوردت مصادر شوف تي في أن المتهم قضى مساء الأحد الماضي رفقة عشيقته المتزوجة وعقر الخمر إلى أن لعبت برأسها فرافقها إلى المنزل لممارسة الجنس عليها، إلا أن والدها المسن احتج عليها ونشبت بينهما ملاسنة انتهت بدفع والده وإخراجه من المنزل إلى حين قضاء وطرها. فخرجت أمه بدورها خشية أن تصاب بمكروه، وأمام حالة الغضب توجه المسن إلى الكوميسارية القريبة بالعطاوية ليروي ما وقع له لرجال الأمن، وتوجهت دورية إلى المنزل وتم فتحه من قبل مالكه أي الأب، لتفاجأ بالمتهم مع خليلتها في وضعية شاذة فتم إيقافهما. وتبين أن العشيقة متزوجة استغلت سفر زوجها إلى مكناس وأنجزت محاضر للمتهم المتهمين كما سمع إلى الزوجة بعد مهاتفته ليلتحق بمصلحة الشرطة القضائية حيث سمعت إليها.